شكري حمد، هو معنا شكري حمد. سي شكري مرحبا بك من جديد. لو تلخص لنا ماذا حصل البارح قبل ما نجيو للاخبار الجديده اليوم. ما حصل البارح هو في اطار تنفيذ اذن قضائي استعجالي ضد النقابه الوطنيه بالخروج من محل اصبح اليوم على ملك شخص شراه اقتناء هذا المحل. داكوردو، في اطار التنفيذ هذايا احنا امتثلنا. كان السيد العدل المنفذ موجود داخل المقر مع الضابطه العدليه. امتثلنا لتنفيذ هذا القرار من حق، وهذا المقر بتاعه خذاه بالقانون. تخاصمنا معناها كنا في نزاع قانوني على مستوى القضاء. جات حكم بفايته نفذوا بالقوه العامه. تواصلنا مع العدل المنفذ، قلنا له راهو الامين المال عنده مبلغ مالي موجود داخل مودع مؤمن داخل المقر النقابه الوطنيه. وقت تم سحب هذا المبلغ؟ تم سحب هذا المبلغ في فتره زمنيه قبل تقريبا المحل. تقريبا انا تو احنا تقريبا في حيز زمني ما نجمش نقول قداش، اما في حيز زمني تقريبا مده 20 يوم، خاطر ما تسحبش كامل المبلغ، سحبت مبالغ لانشطه للنقابه الوطنيه، مش من سحبنا 600 مليون منها تو دانكو، لا لا، احنا عندنا انشطه وكانت عندنا اجتماعات، قررنا في اجتماع الاول، في اجتماع ثاني، في اجتماع ثالث، عندنا تحركات، قيمناها تقريبا قداش نجم نقول الجمله نتاع المصاريف هذه ابروكسيماتيفمون، عندنا ناس موقوفه، عندنا محامين، عندنا جرايات. بلا يزيد جوست نفهم سي شكري، هذا قبل كنتوا تصرفوا بنفس الطريقه معناها ولا المره هذه بالضبط بالذات قعدتوا تجبدوا من البنك؟ خليني نكمل شويه السؤال بتاعي سي شكري لو تسمع. يعني اليوم تجبد شويه فلوس، بعد ثلاثة ايام تجبد شويه فلوس، بعد اربع ايام كيف كيف، والفلوس كل موجوده معناها مع بعضها، معناها تثير شويه شبهات، معناها علاش المبلغ هذا الكل 600 الف دينار موجود في المقر النقابه نتاعكم؟ كم احكي لي ساعه البارح صار وجاوبني على السؤال. ترى رجع لك على الشبهات، احنا تواصل السيد امين المال مع السيد العدل المنفذ، قالوا تفضل معي المقر، وين موجود المبلغ المالي؟ مكان المبلغ المالي موجود، فتحوا الخزنه، حسبوا المبلغ المالي، تم اعلام السيد الجمهوريه، قال تفضلوا الناس هذوما عندهم موارد ماليه موجوده في داخل المقر نتاعهم، ثبتوا من الموارد هذيا من مصدرها، هل هو مصدر قانوني ولا غير قانوني. وتواصلت معنا السلطه التنفيذيه في مثلا في الشرطه العاديه بتاع البحر، ثم بعد ذلك تم اتحاد الموضوع الى فرقه الابحاث والتفتيش المركزيه بالعوينه، وتم سماع السيد الكاتب العام المكلف بامانه المال، اعطينا ما يفيد، اعطينا المعاينه اللي عملناها احنا للمقر نهار الاحد واللي عينا فيها كونه عندنا مبالغ ماليه وعندنا معدات داخل المقر موجوده، كانت موجوده سابقه للتنفيذ، اعطينا ما يفيد سحب هذا المبلغ كيفاش سحبناه والاكستري بونكير كوا معناها باش كل الناس تفهم كيفاش تم سحب هذا المبلغ. بالنسبه لنا كانت موجوده هنالك محاضر جلسات اللي هي تهم الجزء اللي من حقه باش يتصرف في الموارد الماليه الهيئه النقد الموسعه والمكتب التنفيذي اللي كونه لو تم سحب الموارد الماليه للقيام بالانشطه اللي هي كنت احكي لك عليها في ما فسر لنا اكثر بالتفصيل. 600 الف دينار شنو هي الانشطه بالضبط وتكلفتها تقريبا؟ لانكم مادام سامحني دقيقه، مادامكم معناها سحبتوا 600 الف دينار معناها تعرفوا بالضبط كيفاش باش تصرفوهم، على ستة شهور، على عام، على شهر، اعطينا بالضبط. عندكم محضر جلسات؟ عندنا الحيز الزمني مذكور في محضر الجلسه، وعندنا اول حاجه عندنا اول ثلاثه تحركات على مده ثلاثة اسابيع. ايش معناها تحركات؟ معناها عندنا مثلا غدوه وقف، عندنا غدوه يوم غضب في سقف باش يدعوا فيه النقابيين باش يجوا للسقف. هذا يوم غضب باش تعملوا؟ تخلصوا فلوس الديبلاسمون؟ شنو باش تعملوا بالضبط يوم غضب؟ احنا بطبيعه الحال ثم مصاريف تتنقل. مصاريف تتنقل من اقصى مناطق الجمال اقصى الجنوب، ثم مصاريف اقامه. اها. هذا على تحرك. هذا على تحرك. نعم. هذا على تحرك غدوه. غدوه على تحرك الجمعه الجايه نهار الاثنين. نهار. وعندنا تحرك من بعده الخميس اللي بعده معلن هذا ومسجل. وعندنا تحركات، عندنا معناها انشطه نقابيه باش تتم بين التحرك والتحرك. هذوما ثلاثه تحركات قداش باش يكلفوا سي؟ لا سي معز اخوي المبلغ ما يهمش كم كانت التحركات هذوما. لا لا ما يسالش، اعطيني بالتفصيل، نحب نعرف ثلاثه تحركات هذوما قداش يكلفوا. كل تحرك قداش يهم ابروكسيماتيفمون، احنا العدد اللي باش يجي نجم يجيني في تحرك 1000 وقتها نعطيك ليستيماسيون قداش، نجم يجيني في تحرك من 60 مثلا 2000 وقتها نعطيك ليستيماسيون قداش، خاطر احنا كيفاش نتحركوا احنا؟ نضبطوا القوائم نتاع الناس اللي تجي ونضبطوها باش نعرفوا شكون اللي جاي شكون مش جاي، ومن بعد تتم ابوبري ابروكسيماتيفمون نعرفوا قداش باش يتكلف التحرك هذا، نضبطوه ونحددوا له مصاريفه. عندنا كونتابلي، عندنا دوز اكسبير زوز خبراء في الماليه، وعندنا هيئه نقابيه موسعه اللي هي مسؤوله على التصرف في هذه الموارد، وعندنا امين مال، هذا كل يتم ضبطه
تدريجيا كل تحرك فاش تنصرف فيه تحسبا لاي طارئ. احنا باش ما نقعدوش جبتنا الموارد الماليه هذيا لانه نصرفوها في زمن معناها فتره زمنيه معينه لتحركات معينه، خاطر بعد هذا كل احنا محددين تحرك وطني على مستوى وطني في تونس باش تكون موجوده فيه الهيكل الكل، ولم نحدد تاريخه والتحرك الوطني باش يكون مربوط كيف الحركه هذه. معناها انا ابروكسيماتيفمون عندي يمكن تقريب من هنا لديسمبر عندي تحركات على الميدان متواصله مسترسله. اي هذا معناها الحوار انتهى مع وزاره الداخليه حسب ما فهمت، اذا كان هذا ما كلهم تحركات الى حد هذه الساعه او من المنبر هذا نحن نعاود ونطرقوا باب الحوار مع وزاره الداخليه ونطالبوا بفتح باب المفاوضات. اي احنا ما سكرناش، لكن الوزاره سكرت الباب والوزاره استعملت معنا اساليب معينه والوزاره لم تعد تعترف بتعب العمل النقابي. والبارح بعد ما صارت العمليه خاطر التسريب بالفيديو خويا معز هما زوج اطراف موجودين داخل المقر للتمثيل مطالبين بالتحفظ على سر النقابه او اي كان نفذته. ثم العدل المنفذ والضابطه العدليه. شكون اللي يساوي؟ يسرب هنا نحن نطالبوا السيد مثلا ابراهيميه انه اليوم نفتحوا بحث في هذا ونعرف شكون يسرب الفيديو. يا اخي ما تعرفوش انتم ما تعرفوا تو بالله يا سي شكون يكون سرب. ما ينجمش يكون العدل المنفذ فما انتم موجودين والعدل المنفذ والامنيين موجودين. احنا موجود واحد منا اللي المال والضابطه العدليه موجودين زوج اطراف اشخاص. اي ما شافهمش الممثل تاعكم شكون لان الصوره راهو نحكيو على صوره تاع امنيين صوره امنيين. الصوره اللي تصور بها الفيديو شوفوا بها الصوره معناها بطريقه خبيثه جدا. لا انت عندك فكره على وقعه معناها على شارع التونسي انه يحل يلقى 600,000 دينار في مقر نقابه. وهي كانت الغايه منها انه الوقع هذاك يصير على الشارع التونسي. معناها انتم امنيين في بعضكم فما شكون صوركم؟ هذا اللي فهمته. ما انت بتحبش تقولها مباشره. ما عرفتش انا. لا انا ما عنديش. واضح انا فهمت بها. لا مش فهمت انت. فما زوز من الضابطه العاديه موجودين غادي. مش توجه الاتهام انت. فما زوز من الناس في الضابطه العاديه مش واحد برشا. خلينا نرجع. وانا مانيش انا باش نقدر من تصور شكون تصور. انا اليوم نقول لك بالقانون بالفصل 254 مجلد زي. بالقانون 70 السيد الضابط العدلي موجود غادي فصل 9 مطالب باش يحفظ اسرار الناس. اما اذا كان انت اليوم اسرار الناس تخوها باش توظفها خاطر هي الحمله نتاع التشويه على مستوى الموارد الماليه ما بداتش اليوم، ما بدا في السيد الوزير في النزله الصحفيه نتاعو قال هذوما ناس عندهم موارد ماليه قيمتها 34 مليار والى اخره كذا كذا كذا. احنا بينا بالكاش واعطينا بالحطايف وعندنا قضيه في المحكمه الاداريه على الموضوع هذا. بينا بالكاش اللي راهي الموارد الماليه نتاعنا مضبوطه واللي يحب يجي يحسبها تفضل. وكل عام احنا تصير جلسه عامه ويقع تقييم موارد ماليه ثم تقرير مالي تقع المصادر عليه وثم خبراء والتقرير المالي يمشي للسلطات المعنيه بالامر. باهي هذوما ثلاثه تحركات يوم غضب معناها حسب ما فهمت بهم اقامه ونزول واحد باهي معناها باش تكون عشرات الاف الدنانير ماهيش باش تكون مئات الدنانير اذا كان ما خلطناش الاكثر. معناها ترى انه طبيعي بانكم تعملوا تحركات تكلف عليكم المبالغ هذه وشنو باش تنجموا تربحوا منها ثلاثه تحركات هذه في يوم غضب؟ شوف سي معز احنا اي ما احنا ما عندناش حق في الاضراب ولكن لدينا وسائل اخرى باش نعبروا فيها على راينا. كيما مثلا الاعتصام تاع الخيام اللي كان سلمي وتحول اليوم ولا نحكيو على اعتصام وكذا. انا اي وسيله كانت من حقي باش نعبر بها على رايي ومن حقي باش نحقق بها غاياتي واهدافي راني باش نمارس الحق هذا. اما انه اليوم انت انا باش نسخر الموارد الماليه مش انا الموارد الماليه موجوده بالقانون الاساسي تاع النقابه الوطنيه هي موجوده على ذمه النقابه الوطنيه لتخطيط انشطه النقابه الوطنيه ومن خارجها. واضح. وبالتالي انا مانيش قاعد نخالف في القانون وهذا الملف القانون يموت على السلطه. حاب نسالك حاجه باللي مهمه ياسر سي شكري تو انت جبتهم للتحركات هذوما وفما باش تخلصوا نزل. عندنا ديشارج. لا دقيقه راهو اكثر من 3000 دينار. فيها خطيه راهو فيها 8% في القبض كيفاش تخلصوهم اسباس يا سيدي لا لا ولا 3000 دينار يصلح لي هنا في قانون الماليه القديم. انتم باش تخلصوا الوتله 5000 دينار يا سيدي. كانت 5000 هبطت 3000 دينار. اي باش تخلصوهم اون اسباس ذوما النزول لان التكلفه ماهيش باش تكون اقل من 3000 دينار. معاذ احنا جبدنا موارد ماليه لتحركات لمده زمنيه معينه مضبوطه مانيش نتكلم عليها لانه سر من اسراري. ما عندك حتى سر. هك قلت لي يوم غضب غدوه في مصاريف تنقل ومصاريف اقامه. قلت لك انا في تحركات احتجاجيه متواصله الى حد تحقيق الاهداف اللي نظمت نجم التحركات هذيا. سي شكري والله انا فهمت سؤالي. مش نقعد نناظر. سي شكري ما فهمت سؤالي. لا حكيت لك عن نضال والتحركات انا قلت لك راهو. انت ما فهمتش. اليوم الوزاره تحب تقبر العمل النقابي. تحب ما تسميش نقابه واش نعطيك انا ملحوظه خرجت البارح ملحوظه على السته. خليني احكي على التنظم حتى الانخراط. فانا نقابة باش تنخرط تخلص فيه الوزارة. معناها السيدة اليوم الوزارة ماشية مباشرة انه ما عادش ثم عمل نقابي داخل المؤسسة الأمنية حر ومستقل كما قال الدستور وكما قالت المواثيق مع الدولية اللي تم صدق عليها تونس.
اليوم تم عمل نقابة تنظم الوزارة واجتماعي ومنظم ملحوظة عمل، واليوم تنجم تنخرط في نقابة لما تشاور رئيس المباشر. دونك انا هوني فهمت الناظر نجم الحق هذايا، نجم راني نقعد ناظر عام، نجم نقعد ناظر عامين، نجم نقعد ناظر ثلاث سنين. اليوم عندي نزالات على الميدان زعما الناس الحق واضح واضح على هذا المبدا والناس الموقوفة هذايا. اليوم عندي أكثر من 13 موقوف في السجن، عندي عائلاتهم، عندي أكثر من 20 زميل موقوف إداريا مع الناس هذوما. كيفاش جابهم مصاريف عائلاتهم هذوما؟ النقابة ستتكفل بذلك. نقول لك حاجة أخرى مهند، في إطار الكوفيد احنا أو نعطيك نجيب لك أنا في إطار الكوفيد مقام الكوفيد، الدولة ما فماش، الوزارة ما فماش، النقابة الوطنية صرفت أكثر من 700,000 دينار باش وفرت الشاي والبيت وفرت هذا كله. سي شكري تبقى معايا، تبقى معايا.